المدير دول السابي لأندية اللايونز والمرشح لرئاسة الدولية لأندية اللايونز بالعالم الأستاذ سليم موسى. أهلا وسهلا فيك عبر كاميرا ميوزك نيشن. ثانك يو، ميرسي حمد. بتكتر الأقاويل كتير عن نادي اللايونز، لليوم بيعرف نادي اللايونز خبرنا أكثر عنه. جمعية أندية اللايونز الدولية هي الأكثر انتشارا والأكبر من حيث العدد بالعالم، موجودين بأكثر 200 بلد، مشكل 46 ألف نادي ومجموع الأعضاء 1,400,000، يضاف لهم حوالي 150 ألف أعضاء ليو اللي هن أندية الشباب اللي تابعة كمان لأندية اللايونز. ونادي اللايونز الحقيقة هدفه هو خدمة المجتمع وتحسين أوضاع المجتمع اللي بيكون فيه. صحيح نحن موجودين بكل العالم تحت قانون واحد ودستور واحد، لكن كل نادي مستقل عن غيره وكل نادي بيخدم منطقته الجغرافية. الأندية بتعنى بتحسين وضع المجتمع اللي هي موجودة فيه، بالتالي بنشكل يعني نشاطاتنا هي ثقافية تربوية خدماتية من حيث الطبية وغيرها، وبالتالي كل نادي بيلاقي شو المجتمع المحيط فيه بحاجة له بيحاول يحسن وضع مجتمعه. ومثل ما بتشوفوا نحن مثلا اليوم موجودين بعشا لأنه في جو إلفي. اليوم لتقدر أنت تخدم المجتمع بدك تكون قادر أنك تكون موجود بجو زمالي وجو صداقة لحتى تقدر تنتج منه، وهالصداقة هيدي اللي بتجمعنا كلنا بالعالم تحت شعار اسمه نحن نخدم. وهيدي الكلمة الكلمتين اللي اسمها نحن نخدم بتختصر كل أعمالنا الإنسانية. برجع بقول أنه نحن أكبر أندية خدمة في العالم لتحسين أوضاع المجتمع اللي منعيش فيه. حضرتك مرشح لرئاسة الدولية، قديش بتحس حالك أنه عندك حظ لتفوز؟ الحقيقة اليوم أنه واحد يكون رئيس دولي لجمعية بهالكبر في العالم ببلدان، في بلدان موجود فيها 400,000 مثل أمريكا و 50,000 بألمانيا 80,000 بكوريا، نحن هون حوالي 2,000. بس الإرادة الطيبة والاستمرارية والمثابرة إن شاء الله بنقدر نوصل أنه نكون أول لبناني وأول عربي يقدر يتوصل للرئاسة أكبر جمعية خدمة في العالم. الحظ هو الحقيقة شغلتين مع بعضهم، أنا بالنسبة لي هو أنه واحد يكون محضر وأنه تجي الفرصة. المحضر محضر حالي بنشاطات الدولية ومعروف في العالم كله صرت، وهلأ بقيت الخطوة الأخيرة أنه الفرصة إن شاء الله خلال سنتين ثلاثة اللي جايين نقدر نتوصل ونرفع علم لبنان وعلم كل العرب بالعالم كله سوا من خلال هالمنصب اللي حتما حيفيد منطقتنا من حيث النشاطات الإنسانية ومن حيث العلاقات العامة اللي بنقدر من خلالها نحسن الحمد لله الصورة الحلوة بس نعملها كمان أحسن عن بلادنا نحن. إذا ربحت المنصب وفزت بالرئاسة الدولية شو بتحس حالك رح تستفيد؟ الحقيقة في نوعين من الإفادة، إذا بدك في إفادة شخصية اللي هي إفادة إنه ساتسفاكشن، يعني اليوم أنت بتكون عندك طموح وقدرت توصل لإله فهذا طموح شخصي بيكون ما في منه إفادة تاني يعني بلا موضوع هذا. بس الإفادة التانية هي بتكون حتما لبلدي وبتكون لعملية نساعد بنشاطات اجتماعية من خلال دول قادرة تساعد مشاريع الأندية نحن موجودين فيها ببلادنا هون. فهيدي هي إذا بدك الإفادة. بس حتما بالعالم كله ب200 بلد إذا الله وفقني وصلت علم لبنان والنشيد اللبناني حيكون موجود بال200 بلد، وين ما بيكون في لايونز بالعالم حيكون هالشي موجود. حتجيني فرصة نزور حوالي 60-70 بلد بسنة الرئاسة وقابل ملوك ورؤساء الدول، ومن خلال هاللقاءات هيدي طبعا بدك تنسأل عن أوضاع لايونز لكن حتما حتنسأل كمان عن أوضاع لبنان وغيرها. لا نتعاطى السياسي ولا نتعانى شؤون الدين باجتماعاتنا، كل واحد دينه لحاله، لكن بقلب اجتماعاتنا نحن كلنا منفكر مثل بعضنا بس كيف نحسن وضع مجتمعاتنا. أستاذ سليم أنا بتشكرك على هذه المقابلة. شو بتحب توجه كلمة لجميع أعضاء اللايونز وجميع رؤساء اللايونز بجميع أنحاء العالم؟ بدي لهم الله ياخد بإيدكم ووفقكم، ودائما حاولوا تبينوا الصورة الحلوة لجمعية اللايونز لحتى الرأي العام يعرف فعلا أنه هي جمعية اللايونز مش جمعية سهر ولا جمعية عشاء. نحن طبعا نعمل نشاطات لحتى نعمل فاندريزنج نقدر نساعد فيه الفقير ونساعد فيه المحتاج، بس دايما قد ما فيكم كونوا متحدين، ودايما شعار نحن نخدم هو الأساس لنا لحتى نحسن وضع بلادنا ومجتمعاتنا ونقدر نقول للإنسانية أنه تكون عايشة بشكل أفضل. وأنا بتشكركم.